بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعينا الاعزاء في الماركه الجديده اللي دخلت على السوق السعودي، ماركه صينيه ماكسوس من شركه سايك موتورز. شركه سايك موتورز هي الشركه الام اللي تحتها عده وكالات. هذه السيارات اللي تظهر امامكم الان كلها من شركه ماكسوس الصينيه. نبدا بسم الله من الجنب اليمين اللي عندنا وانيت البيك اب تي 60، وحيسموه ان شاء الله تورنيدو 60. هذا البيك اب ديزل، وان شاء الله باذن الله كل السيارات هذه اللي انتم تظهر عندكم الان حنجربها وحنفصلها لكم تفصيل كامل شامل. حناخذكم الان جوله بسيطه بس على المعرض كامل، وبعدين حنفصل تفصيل بسيط لكل سياره وشكلها وداخليتها. زي ما قلنا هذا عندنا الوانيت التي 60 بيك اب ديزل، يجي منه غير اوتوماتيك شاشه، وعندنا هنا الفان جي 50 سبعة ركاب، نفس الموضوع الفان جي 50، طبعا الوان مختلفه واصناف مختلفه، وهنا باللون الابيض اللي هو المناسب للشركات وال شركات التوصيل والامور هذه. طيب هنا الجي 50، وهذا قدامنا الجي 10. جي 10 طبعا كمقاس وحجم وعدد ركاب اكبر من الجي 50. عندنا الفان الكبير هذا في 90، الفي 90 هذا ما شاء الله تبارك الله عدد ركاب شيء مو طبيعي، ويعتبر هذا الفول كامل مناسب جدا للعوائل الكبيره، شركات السياحة والطيران، شركات الحج، مناسب لها هذا الفان. V80 هو يعتبر الأخ الأصغر للV90، يعتبر سياحي مثلا لنقل العمال، يعني فئة تجارية بحتة، ما فيها مميزات، ما فيها مواصفات، يعني تعتبر مواصفات الدلع واللكجري. نجي على السيارة الجميلة هذه اللي هي D60. هذه السيارة تعتبر جيب صغير دفع أمامي. السيارة هذه اللي يميزها إنها عائلية وجميلة وشبابية وثلاثة صفوف. نجي للي بعدها أيضا G10، هذا أقل نوع، وهذه الدي 60 بلون اخر. جميع الوان الدي 60 يا اخي خرافيه ما شاء الله تبارك الله. والسياره العملاقه الاوف رود حقتهم اللي هي مصممه على انها تخدم عوائل كبيره، مصممه انها تروح مناطق وعره، ديفلوك، مساج، كل شيء يخطر في بالك. دي 90 هذا الان الفل كامل، والابيض اللي ورا هو أقل نوع. موقع هذا المعرض موجود في جدة أوتومول، حاليا جالسين نصور لكم من جدة أوتومول. حناخذ الآن لفة سريعة على كل هذه السيارات ونفصلها تفصيل بسيط. وما عندهم بس هذه السيارات، لا عندهم كمان ديانات. لو تلاحظوا هناك ديانات، وعندهم كمان هذا الباص اللي هو الـ V80، وعندهم ايضا روستريلات، بس روستريلات ما قدروا يخلوها هنا، محطوطة في مستودعات ثانية. نبدأ بسم الله التفصيل على السيارات واحدة واحدة. T60 اللي هو الونيت ماكسوس تورنيدو 60 بنزين دفع خلفي 2022، هذا المحرك 2000 لتر بنزين، وهذه عدد الأحصنة 214 و330 نيوتن متر، 6 سرعات دفع خلفي ودفع رباعي، ما ايش كمان يا رب، سعة البنزين او سعة الخزان 75 لتر. وهذه عندكم بعض المواصفات، اللي حاب انه يشوف المواصفات يوقف الشاشة، وهذا السعر، وهذا استهلاك البنزين 12.8 للتر الواحد، 12.8 كيلومتر.
زي ما انتم شايفين هذا جير اوتوماتيك، شاشة، مقاعد مخمل، ارباقات امامية، مراية فيها، التعتيم الالي، اضاءات هالوجينية فوق. وهذه السيارة من الخلف، تكييف خلفي، بالاضافة الى الاضاءة اللي موجودة في السقف فوق، ما في تكاية في النص. وهذا الحوض، الحوض يعتبر حوض مربع، مقاساته شفناها قبل شوي، ولكن للتأكيد يعني الابعاد. اوكي، قاعة العجلات اللي هو من الكفر الى الكفر الثاني، الابعاد الصندوق، الارتفاع 53 سنتي، والطول متر وخمسين او متر 51، والعرض متر 48. يعني يعتبر الصندوق يعتبر كأنه مربع. وهذه خلفية السيارة. وللتوضيح والتأكيد ان الونيت هذا يجي منه ديزل جير عادي. نيجي نشوف الماكسوس جي 50. جي 50 هذا فان مناسب للعوائل، مناسب للسواقين، الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث. وهذه خلفيته. نشوفه من الداخل. في مواصفات صراحة جميلة، إضاءات LED، كاربون فايبر، جلد، تطريز جميل، شاحن لاسلكي. وهذه الطارة والمقاعد جلد، يعني شيء كويس يعتبر صراحة. المقاعدة في النص لو لاحظتوا الباب ما هو سحب، لا باب عادي، مقاعد مفصولة، سقف بانوراما. وهذا الصف الأخير، المقعد اللي على اليسار متنية. طبعا التكييف، فتحات التكييف موجودة في السقف في كل مكان، يعني مثلا زي هنا واحد، وهذا الصف الأخير، وعندنا هذه موجودة هنا. طيب استهلاك البنزين، معلش جايب لكم هي بالعكس، بس عموما انه استهلاك البنزين ممتاز. يستهلك 15.3 في اللتر الواحد، 15.3 كيلومتر في اللتر الواحد، يقطع 15.3 كيلومتر. الشيء الجميل في جميع سيارات ماكسوس انه الكفرات اللي راكبة عليها كفرات كونتيننتال، يعني من نوع محترم، يعني ما جابوا لك اي حاجة وقالوا لك يلا. طبعا حساسات امامية، حساسات خلفية. هذه الاسعار، مية وستين حصان، 250 نيوتن متر، 1.5 تيربو، وهذه الابعاد بالمليمتر. واذا تحتاج تشوف شيء ولا حاجة وقف الفيديو وشوف الاسعار والمواصفات. هذه نفسها، بس اللهم انها اعتقد هذه الاقل نوع، وهذه اللي هنا الوسط اللي على اليمين، هذه اعتقد انها اقل نوع. طيب بسم الله، مفتاح موجود، بسم الله. إضاءات هالوجينية، هناك كان في شاحن لاسلكي، هنا ما في، حكم ان هذه اقل نوع طبعا، كان فيها تندة، هنا ما في، كانت إضاءاتها هناك فل LED، اللي هي الإضاءات الزرقاء، هنا هالوجينية.
يعني هذه بالنسبة للناس اللي تدور شيء عملي ورخيص. ولو تلاحظوا فوق أيضا موجود تكييف الصف الثالث والصف الثاني. نطفي السيارة نروح للي بعده. هذه الفول كامل طلعت، هذه الفول كامل، وهذه أقل نوع، وهذا الأسود اللي طلع الوسط. يعني الاختلافات بين هذه واللي قبلها، طبعا هذيك في أقل نوع ما فيها شاشة، هذه فيها شاشة، أقل نوع ما فيها فتحة سقف، هذه فيها فتحة سقف. أقل نوع مقاعد مشبوكة، هذه مقاعد مفصولة، يعني عدة أشياء مختلفة. نروح على الـ V90، ولا لا، أول شيء قبلها الـ G10. G10 هذه مقاسها طبعا زي ما قلت لكم أكبر من الـ G50. أوكي، نجي إيش استهلاكها. استهلاكها 10.3 لتر، يعني تستهلك في كل 10.3 كيلومتر يك أخذ منك لتر بنزين واحد. طيب بسم الله، خلينا نشوف السيارة هذه إيش فيها. يا سلام، في المفتاح، أوه ما هي مشبوكة البطارية. طبعا عموما غير اوتوماتيك، تكييف كامل، فيها وضعية اوكو، وضعية ايكو، وضعية سبورت. هذه ايش هي؟ هذا الدرج التخزين. هنا ايش فيه؟ هنا كاب هولدر تحت. هذا اول شيء. عموما السيارة هذه اكبر واوسع من الجي 50، اكبر بكثير بكثير بكثير. خلينا نشوف من ورا. السيارة كل ما كبرت كل ما كان فيها مساحات تخزين اعلى. لو لاحظتوا هنا الباب ينسحب سحب. موجودة التكاية هذه، تمام، او المسكة هذه عشان تساعد على طلوع السيارة. فتحة تكييف 6 و3 هنا و3 هنا فوق. بسم الله، والله مساحة كبيرة. والشيء الجميل فيها انك تقدر تقدم مقاعد الصف هذا، تقدم قدام من هنا، ترفع وتقدم قدام الى هنا، عشان يصير في عندك شنطة واسعة من ورا تقدر تحط فيها اغراضك ومستلزماتك. وهذا شكل السيارة من الخلف، شوف الفرق بين الاثنين. G10. نيجي عند الوحشة الكبير حقهم هذا V90 او V90. شوف ايش فيه. بسم الله، شيل المفتاح في المحطوط، شوف مفتاحه كيف. هذا فخيم صراحة، فخيم فخيم. الشبابيك، الباب غير عادي، او هنا كنت اتوقع انه يكون فيه مساكة صراحة. يلا نشوف. بسم الله، هنا شوف مجهزين هنا كاب هولدر، اماكن تخزين، فتحة USB، شاشة مرة كبيرة، غير عادي 6 نمر. هنا 2 جلسوا جنبك،
هون عندنا كمان فتح اماكن تخزين. شو مكان لوضع النظارات، شوف المكان قديش واسع ما شاء الله تبارك الله، واسع 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 واسع. وبعدين تقدر انك انت تمشي واقف وقوف تام، مو انه مثلا تحني راسك او تدنك شوي، لا وقوف تام. نشوف دحين ورا نرجع نوريكم. هذه الواجهة حقتها، وهذه المعلومات. ديزل تيربو 150 حصان 375 نيوتن متر، تانك الديزل 80 لتر. اللي يبغى يشوف شيء او يبغى يستفسر عن شيء يقدر ايش يوقف المقطع ويقرا. طيب خلينا نشوف هنا، اباكم تركزوا على هذه اللي تحت، ها ركزوا عليها. لما تفتح يا سلام، انا ودي صراحه اني اقلب الكاميرا عشان تشوفه وانا واقف. شوف انا الان ماشي اهو، اموري تمام. كم عدد المقاعد؟ هذه المقاعد الصف الاخير 4 3 صاروا 7 و3 صاروا 10 و3 صاروا 13 و3 قدام 16. فالحتى كيف موجودة في كل مكان في السقف، وعندهم هنا مسوين لهم قل لك بانوراما، وهذه مفتحات تكييف ثانية. طيب زي ما قلنا، هذا الأخ الأصغر ل الجي او الفي، عفوا الفي 90 اللي هو في 80، هذا استهلاك الوقود. هذا يعتبر سياحي، سياحي ايش يعني؟ يعني اقل نوع تجاري، يعني ما في المميزات الواو الفخمه، لكن يخدمك في جميع امورك. هذا المفتاح يا رب انه يشتغل، يا رب انه يشتغل. يلا بسم الله نجرب. اوكي ما في بطارية، ما مشبوكة، غير عادي 6 نمر، مكيف USB، اماكن تخزين كروت، اماكن تخزين هناك نفس الموضوع. المساحة والعدد ترى نفسه، بس اللهم انه مو طويل بزيادة انك تمشي فيه زي ما مشيت في هذاك، بالاضافة الى وجود هنا اماكن تخزين فوق تعتبر اصغر شوي، لانه هذا سقفه او ارتفاع السقف اعلى بشوي. والسيارة اللي قبل الاخيرة اللي هي الدي 60، دي 60 كم تمشينا؟ 15.3 كيلو متر في لتر بنزين الواحد، 1.5 تيربو. هذا شكل السيارة، سيارة جميلة جدا ترى، جدا جدا جميلة السيارة هذه. مفتاحها موجود؟ نعم مفتاحها موجود، هذا مفتاحها. بسم الله ان شاء الله تشتغل. الشاشة هذه هي السيارة، سقفها بانوراما. وعشان لا أطول عليكم، كان نقدر إن إحنا نشغل مكيف لكن ما بطول الفيديو، قاعد أدور. حلو الحركة هذه عجبتني، اللي هو الكروم هذا اللي لافف كذا وطالع من فوق. بنزينها 95، وهذه السيارة من الخلف، وهذا الصف الأخير للمقاعد.
برجع اقول لكم لو تلاحظوا الكفرات كونتيننتال، اللي يفهم في موضوع الكفرات يعرف ان كفرات كونتيننتال هذه ما هي كفرات هينه، كفرات جباره. هذه الجي 10 شفناها هناك اللي هي اللون الاسود، باقي الاسطوره. الاسطوره واللي صراحه انا صراحه بالنسبه لي مبسوط فيه، مبسوط من شركه ماكسوس جابت سياره زي هذه بكل امانه. جيب دي 90 هذا الفل كامل، شوف من جوه كيف. شوف هذا اللي لا قالوا، تبغى دلع شيل دلع، تبغى فخامه شيل فخامه، تبغى وسع شيل وسع، تبغى توفير شيل وتوفير، كل حاجه تخطر في بالك موجوده في هذه السياره. شوف الشاشه كيف، ما عندي صراحه قياس الشاشه فما حفتي. الشاحن اللاسلكي موجود، خلينا نتكلم في الازرار الموجوده هنا. طبعا تبريد وتسخين مقاعد، نظام زوم منحدرات، تراكشن، تشغيل واقفال عند الاشاره، ديف لوك، ونظام عدم الخروج من المسار، وضعيات الاوف رود، طبعا بريك الكتروني، اوتو هولد، سنو انك تمشي في ثلج او تمشي في طين او سبورت او وضع الايكو، وهنا اوضاع الصخور والرمال، وهذه مساحه تخزين بسيطه. درج للتخزين، شوف المقاعد يا اخوان، شوف الدلع في المقاعد، شوف شوف كيف دلع 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 دلع، شيء جميل. هذه عندنا الطارة، الطارة هنا على اليسار عندنا التحكم مثبت السرعة، الأوامر الصوتية، وعندنا هنا تسخين للطارة، اتصال اقفال، وفيها طبعا مثبت السرعة التفاعلي الذكي. قفل خلاص ما يسخن علينا هذا. شوف حتى الفينيشينج حق السيارة شيء جميل صراحة. طبعا خلاص ظاهرة ان المقاعد تروح وترجع ب آليا، ارباقات في كل مكان يخطر في بالك حتى في المقاعد، وموجودة هذه. يا الله شوف من هنا كيف صراحة، شوف الوسع. طبعا هذه السيارة تعتبر سيارة بادي اون فريم. ايش يعني بادي اون فريم؟ يعني الشاص صمموه الشاصي حق السيارة اللي هو الحديد، وحطوا عليه الكابينت اللي هو جسم السيارة، وهي طبعا في الاوفرود طبعا ككوست اغلى تصميم انك تسوي سيارة بادي اون فريم، اغلى من انك تصمم سيارة يوني فريم. يوني فريم اللي هو متماسكة مع بعض كاملة. يعني أنا قاعد أبسط لكم الأمور عشان توصل بشكل سريع. أبغى المقعد اللي قدام من هنا تاخذ مساحة يمكن 16 متر، لا لا مو 16 متر أمزح، مساحة مرة كبيرة. الشيء الجميل اللي موجود في السيارة هذه أيضا أنك أنت تقدر تفتح الباب الخلفي بالإيماء. إيش يعني؟ يعني تحط قدمك كده أكرمكم الله يفك معاك الباب الخلفي. ماكسوس فور ويل درايف دي 90 من شركة سايك موتر، وهذه علامة ماكسوس. إضاءة طبعا كلها LED، كل إضاءة LED. هذه واجهتها، أمام عدسات الاثنين، الاثنين كشافات هالوجينية، أربع كاميرات، وقوف آلي. في المراية قديش كبرى ما شاء الله. أمان السيارة متعوب عليها، متعوب عليها. شوف الإضاءة الخلفية كيف،
سامحونا يا اخوان، التغطية هذه تعتبر تغطية سريعة بس عشان نوضح لكم ايش المنتجات اللي موجودة في شركة ماكسوس اللي هي تابعة لشركة سايك موتور. قلنا الفانرام ولا ما قلنا؟ ما ادري والله، لكن عموما السيارة فيها فانرام. هذا الفل وهذا الاقل نوع. اللي يشوف اقل نوع يقول اوف فرق كبير من ارفيش. الجنط، هي الجنط واللون ترى هي المغيرة كل شيء من جد. اللون الاسود هناك لون ملكي والجنط مرة حلو. هنا الجنط عادية واللون الابيض تحسه تاكسي ولا اسعاف. لكن شوف من جوا، شوف من جوا، تخشيبة جلد، شوف الشاشة نفسها، شوف التخشيبة اللي هنا، نركز لك على التخشيبة، شوف لونها كيف. طبعا هذا يجي منه دفع خلفي ودفع رباعي. اللي معانا هنا دفع خلفي، هذه الأنظمة كاب هولدر، شوف المفتاح، هذا السبير وهذا المفتاح الرئيسي، فتح واغلاق وفتح باب الشنطة. هاند بريك، يا الله من زمان هاند بريك. وهذه مساحة التخزين موجودة هنا. نشوف من الخلف نفس الموضوع، فيها تخشيب يعني هنا ما في فتحة السقف. المقاعد فيها جلد ومخمل، جلد ومخمل من هنا. ونفس الموضوع في الخلف. اسعارها ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله. طب هذا سعره مو موجود، لكن اتوقع الثاني الفل كامل سعره موجود ان شاء الله. يلا نشوف. طيب هذه مواصفات السياره، 225 حصان، 360 نيوتن متر، ناقل حركه اوتوماتيكي 6 سرعات، زد اف، دفع رباعي 4x4، وهذا الطول 5 متر طوله ما شاء الله، وتانك البنزين 75 لتر. طيب تجهيزات الامان، اللي يبغى يشوف شيء يوقف ويكمل. فل كامل مع الضريبه 132,000 ريال. فل كامل مع الضريبه، ضمان 5 سنوات او 130,000 كيلومتر. يعني نتكلم على هذا فل كامل مع الضريبه. أجل أقل نوع كم حيكون؟ سعره منافس صراحة. أيوة صحيح، نسيت أوريكم شيء مهم، شيء مهم جدا 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 يهم كل من يقول إنه الصيني والصيني والصيني. شوف استهلاكه. ممتاز. يستهلك لتر يعطيك 11.5 كيلومتر. فبالنسبة للحجم والاستهلاك هذا صراحة ممتاز جدا. عموما أتمنى أن التغطية هذه تكون يعني نالت على إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله أني أقدر أسوي لكم عليها تغطية شاملة كاملة. هذا المعرض موجود في جدة أوتومول، هنا قدامه. طبعا على اليسار هنا في معرض شركة بايك موجود على اليسار، فاللي يبغى يجي الله يحييه يشرف وينور المكان. تحياتي لكم، أخوكم زكريا خلاوي في تغطية معرض ماكسوس في جدة اللي وكيلهم شركة بوابة العربات. في أمان الكريم.